والآن إلى فقرة متداول أبرز الفيديوهات المتداولة خلال أسبوع على السوشيال ميديا. نبدأ هذه الفيديوهات من الأردن، مقطع تم تداوله على نطاق واسع لسقوط عامل وطن أثناء قيامه بوظيفته ولاقى تفاعلا واسعا على المنصات. هذا العامل فقد الوعي بعد إصابته بضربة شمس لارتفاع درجات الحرارة في الأردن. أحمد بالله شوف 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 بالله هذا عامل وطن يعني قاعد يشتغل شغله فجأة صارت معاه حالة إغماء، غاب عن الوعي، وقع على الأرض. شوف الآن ردة الفعل من مين؟ من الشباب اللي بالمحل، من الشباب اللي بالشارع، يركض كل الكل يركض. شوف هاي الشباب أسلوب. الآن في واحد من الشارع قاعد بيركض بيشوف، عملوا له إجراءات إسعافات. عمل الآن بحالة جيدة الحمد لله على سلامته، والله يعطيه ويعطي جميع عمال الوطن ألف عافية. الفيديو التالي مشاهد لتظاهرة ضخمة في مدينة مالمو جنوب السويد مساء الأحد الماضي، احتجاجا على الاستفزاز واعتداء الكراهية على المصحف الشريف مؤخرا تحت شعار، هذه التظاهرة جاءت تحت شعار مع القرآن ضد الكراهية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه المشاهد مفرحة للكثيرين ومخيفة لمن هم أكثر منهم. إلى فلسطين، فقد لقيت زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمخيم جنين لأول مرة منذ 11 عاما، وبعد 10 أيام من العدوان عليها لقيت تفاعلا رقميا واسعا على السوشيال ميديا. هذه الزيارة اعتبرت تاريخية لمدينة من المفترض أنها تحت ولاية السلطة وأجهزتها الأمنية، فيما يتساءل أهل المخيم وقت العدوان عن فائدتها ودورها في حمايتهم. نتابع. ومن جنين إلى القدس، وهذا المقطع المؤثر للحاجة نورة صبلبن، فبعد أكثر من 45 عاما من عيشها في منزلها بالقدس طردت قوات الاحتلال السيدة وعائلتها من منزلهم في البلدة القديمة، ولم يسمحوا لهم بأخذ شيء معهم سوى شجرة زيتون عمرها 17 عاما. سكيتكم لله، سكيتكم لإله للي أكبر منكم ومن الحياة. مقطع متداول غريب لملوخية ليست في مطبخ أو مطعم ولكنها على أسرة مستشفى في الجنوب السوري. تسبب تداول هذا المقطع بإغلاق المستشفى. نتابع. هنا عز الدين، وهنا ناشرين لك ملوخية. يا زلمة هاي هيك ومش رخاص، اخضع على هالمصدر يا اخو. شايف عز الدين هون بالحاضنة، هون ناشرين ملوخية والله لنكي.
الفيديو التالي لمواطن تركي يسقي طائرا أنهكه العطش، مقطع جميل لقي حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا. Zavallım sıcaktan bayılmış herhalde. ومن العصفور الصغير إلى طفلة صغيرة تترك منزل عائلتها لأنهم أخذوا منها التابلت. نتابع. This 5-year-old girl got really upset, so she decided to run away from home. She packed her bags and she's running away. Her mom didn't try to stop her because she wanted to teach her a lesson, so she simply said bye. I said bye. At first, the girl didn't know where to go, so she just stood in front of their house, trying to think of what to do. After a while, she finally left the house, determined to go somewhere else. She's such a determined But as she walked up the street, she realized that nobody was calling her bluff, so she decided to go back home. Oh, I think we've had a change of heart. She's coming back. When she returned, her mom welcomed her with open arms and offered her a pizza. حردت الله يهديها. أخيرا ننهي بهذا الفيديو لصانع محتوى ماليزي درس اللغة العربية في جامعة الأزهر في مصر، يعرب آية الحمد لله رب العالمين بطريقة فريدة وسريعة. الحمد مبتدأ مرفوع على مضرفي الضمة الظاهرة في آخره، لي حرف جار مبني على الكسر، الله اسم المجرور وعلى مجره الكسر الظاهرة في آخره، وهو لفظ الجلالة، ولله جار ومجرور يتعلقان بخبر محذوف تقديره ثابت وواجب، ربي نعده صفة للفظ الجلالة مجرور وعلى مجره الكسر الظاهرة في آخره، وهو مضاف العالمين مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسر إيه لا إياها لأنه ملحق بجمع مذكر سليم ونون عوض من اسم مفرد، وهذه الجملة جملة ابتدائية لما عللها من الإعراب هكذا النحو. ما أجمل اللغة العربية وما أجملها أيضا عندما تسمعها من أجانب يحاولون تعلمها وإتقانها.